جولة ميدانية جديدة من جولات الرابعة ونبدأ بعناوينها. روسيا تخرق هدنة حلب وتشن عشرات الغارات على المحاصرين في الأحياء الشرقية. الثوار يصدون محاولة تقدم الميليشيات الشيعية في حي الإذاعة بحلب، والأخيرة تنفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين. في جولتنا أيضاً، المظاهرات تعم المناطق المحررة في سوريا نصرة لمدينة حلب. أفاد مراسلنا في حلب بأن الميليشيات الإيرانية وقوات النظام عاودت قصف الأحياء الشرقية بعشرات القذائف المدفعية، ما عرقل خروج المدنيين والمقاتلين من الحي وفقا لما كان مخططا له في الاتفاق الروسي التركي. وأضاف مراسلنا أن أحياء المشهد والأنصار والسكري تعرضت لقصف مدفعي تبعه آخر جوي دون معرفة الخسائر الناجمة عن ذلك. واتهمت لجنة التفاوض في الحي الميليشيات الإيرانية بإفشال وقف إطلاق النار من خلال وضعها شروطا تعجيزية وابتزازها للراغبين بالخروج، موضحة أن إيران طرحت شروطا لم تكن موجودة مسبقا وتمثلت بعمليات إجلاء متزامنة لمصابين من بلدتي الفوعة وكفرية الشيعيتين بإدلب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات النظام عاودت عملياتها العسكرية شرق حلب مدعية بأن الفصائل الثورية استأنفت القتال عند الفجر في المنطقة. ونفى مصدر من الفصائل المقاتلة شرق حلب شن أي هجوم على النظام منذ بدء سريان اتفاق خروج المقاتلين والمدنيين، مؤكدا أن التحضير لإتمام الدفعة الأولى قد تم فعلا، إلا أن الميليشيات الإيرانية عرقلت ذلك. وأفادت وسائل إعلام النظام بأن الباصات المعدة للإجلاء غادرت مواقعها قبالة المعابر في إشارة لتعطل الاتفاق. وكان مسؤول التفاوض عن فصائل حلب المقاتلة الفاروق أبو بكر قال في مقابلة مع أورينت نيوز إن عملية إخراج المحاصرين في حلب تأخرت، مشيرا إلى عدم معرفته السبب وراء ذلك، إلا أنه أشار إلى وجود عقبات تحول دون التنفيذ. نحن هنا في منطقة العامرية تحديدا ننتظر الآن بدء عملية إجلاء المدنيين وأيضا المصابين والثوار من مدينة حلب بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف تركيا وأيضا روسيا ومن الجهة الأخرى بين الثوار أيضا. لمزيد من التفاصيل وللحديث عن آلية هذه العملية وكيف ستكون، معنا الفاروق أبو بكر المنسق العام والمسؤول عن عملية التفاوض في مدينة حلب ليحدثنا عن تفاصيل هذه العملية. يعطيك العافية. الله يعافيك. بداية لو تحدثنا عن آلية الاتفاق ومن هي الأطراف التي قمتم بالاتفاق معها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد رفض الطرف الروسي للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها الفصائل المجاهدة داخل مدينة حلب والتي أطلقت باسم مجلس قيادة حلب، قامت الدولة الصديقة تركيا بالتدخل وعرض مبادرة على الطرف الروسي، ألا وهو إفراغ المدينة من كامل الفصائل الثورية الموجودة داخل المدينة ومن المدنيين. بعد طرح المبادرة علينا قمنا بالتشاور بين بعضنا في الفصائل ومع الجهات المدنية الموجودة داخل المدينة، وارتأينا أنه حرصا على أهلنا المدنيين الذين يتعرضون للقصف اليومي والذي يجبرهم النظام المجرم على الخروج إلى مناطقه ليقوم باعتقالهم ويقول باعتقال نسائهم وهم يهربون من البراميل، قمنا بالموافقة على هذه المبادرة التي تتضمن إفراغ المدينة من الفصائل والمدنيين
إلى الريف الغربي. ماذا ننتظر الآن؟ ماذا تنتظرون بعد الاتفاق وبعد يعني التوصل إلى حل هذا الموضوع؟ الآن ننتظر الطرف الآخر المتواجد في مناطق النظام بإبلاغنا بجهوزيته. نحن أبلغنا أن العملية ستتم الآن. انطلقنا إلى المنطقة لضبط المنطقة وجهزنا بعض الجرحى من المدنيين والأطفال والنساء، وأتينا إلى المنطقة ننتظر الآن وفد الهلال الأحمر حتى يدخل إلينا ليقول أنهم جاهزون لبدء العملية. إلى الآن لم تخرج أي حافلة؟ أبداً، إلى الآن لم يخرج أي شخص من داخل المدينة. أهلاً وسهلاً. إذن الآن ننتظر بدء خروج المدنيين من داخل مدينة حلب وأيضا العسكريين، وكما ذكر لنا المنسق العام لعملية التفاوض بأن أول دفعة ستخرج من مدينة حلب هم المصابين وبعض العائلات من المدنيين للخروج خارج مدينة حلب باتجاه ريف حلب الغربي. عمار جابر، أورينت نيوز، حلب. إذن اتفاق جرى مع النظام على وقف إطلاق النار وإخلاء الأحياء المحاصرة في شرق حلب من المدنيين والمقاتلين يوم أمس، وتضمن الاتفاق بأن التنفيذ سيبدأ خلال الساعات القليلة القادمة وسط نفي نقل أي من الجرحى والمصابين لخارج الأحياء المحاصرة حتى الآن. ونقل مراسلنا أن الاتفاق يتضمن وقفا لإطلاق النار وإجلاء المحاصرين من الأحياء الشرقية باتجاه ريف حلب الغربي والشمالي وإدلب، بينما سيخرج المقاتلون بسلاحهم الخفيف والذخيرة إلى الريف الغربي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في حركة نور الدين الزنكي أن الاتفاق جرى برعاية روسية تركية وسيبدأ تطبيقه خلال ساعات. أرحب بكريمة السعيد مراسلة أورينت نيوز من ريف حلب. أهلا بك كريمة. إذن انقلي لنا صورة الوضع وآخر المستجدات حيث أنت. نعم، حيث أنا يسمع الآن صوت تحليق للطيران الروسي فوق الريف الغربي تحديدا دون تنفيذات عسكرية، ربما رصد للطريق الذي كان من المفترض أن تعبر من خلاله حافلات الأهالي من حلب الشرقية. طبعا كنا في منذ فجر اليوم تحديدا الساعة 5 نحن والزملاء في القناة بانتظار الأهالي في الراجدين وخان العسل، شاهدنا الترتيبات التي قامت بها المجالس المحلية والفصائل الثورية من حيث الحافلات التي كانت موجودة. كانت مديرية نقل حلب الحرة كانت قد أعدت حافلاتها لاستقبالهم، أيضا تم تأمين عدد من الوحدات السكنية في مختلف قرى وبلدات الريف الغربي لاستقبال الأهالي، وباشرت المنظمات الإنسانية بالتهيؤ لاستقبالهم، ولكن تعطل هذا المشروع ونعود من جديد لنقف أمام المعضلة الإنسانية التي تكلمنا عنها طوال الفترة الماضية في حلب. نعود ونكرر أنه في هذا البرد سينام في حلب أكثر من 70 أو 100 طفل ربما مصابين بحاجة إلى عناية طبية، سينامون في العراء نتيجة عدم توفر مكان آمن. هذا الكلام ربما لا يتصوره البعض، ولكن حقيقة ما يصل إلينا من مقاطع من الأحياء الشرقية هو قليل جدا ولا ينقل صورة المأساة الحقيقية. هناك مصابين ربما يتوفون ريثما يتم الوصول إلى اتفاق نهائي وإخراجهم. هناك حالات حرجة جدا إن لم يتم التدخل، فنحن مجددا أمام هذه الكارثة الإنسانية. تحديدا ما جرى هو الخلاف الروسي الإيراني الذي تجلى منذ نحو شهر بقصف الطيران الروسي لمواقع لحزب الله وحركة النجباء في قرية نبل وزهراء، تحديدا في زهراء الشيعية وأيضا في بعض المواقع الأخرى. واليوم يتجدد هذا الخلاف لجهة تعطيل حركة نقل وإجلاء الأهالي من حلب المحاصرة. طبعا منذ الصباح وثقنا قصف مدفعي بدأته الميليشيات الإيرانية التي احتلت الأحياء وتقدمت إليها، بدأت بقصف مواقع للثوار في أحياء صلاح الدين والمشهد، وهناك أنباء مؤكدة لدينا عن سقوط شهداء وجرحى وسط الحديث عن تهدئة وقف إطلاق. نعم، طيب كريمة، تتحدث عن طيران استطلاع روسي، هل من الاعتياد مشاهدة طائرات روسية للاستطلاع فقط في ريف حلب الغربي عادة؟ نعم، هو حركة اعتيادية، ولكن خلال اليومين الماضيين كان هناك هدوء نسبي في الواقع، كان هناك يعني عدم تحليق مكثف لهذا الطيران، ولكن اليوم سمعنا ليس
نعم، يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع كريمة السعيد مراسلة أورينت نيوز من ريف حلب. سنعاود الاتصال بك كريمة لاحقا إن أمكن. أرحب الآن بعمار جابر مراسل أورينت نيوز من حلب المدينة تحديدا. إذا عمار، انقل لنا آخر المستجدات. نتحدث عن عودة القصف الروسي، وهل ما زالت الميليشيات الإيرانية وقوات النظام تستهدف الأحياء الشرقية المحاصرة؟ نعم عمار، هل تسمعني؟ يبدو بأن عمار غير جاهز. سأرحب إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز من ريف حلب. إذن إبراهيم، هل من أي مستجدات وما هي آخر التطورات الجارية؟ نعم، أهلا بك ميرا. فعلا بداية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ البارحة، كان هناك قبل قليل مصادر مؤكدة تتحدث لنا عن أن الطرف الروسي حتى تنصل بشكل كامل من الاتفاقية التي وقع عليها قبل عدة أيام، في ظل وجود مباحثات حتى الآن لعودة أو حتى لصياغة ترتيب جديد لوقف إطلاق النار عن مدينة حلب. هذا الوقف الذي بانتهائه عادت حاليا حركة القصف إلى الوتيرة السابقة. هناك 8 غارات من طائرات العدوان الروسي استهدفت بعض أحياء مدينة حلب المحاصرة بالقنابل العنقودية، ما أدى إلى وقوع حتى اللحظة أعداد كبيرة من الإصابات وأنباء عن وجود شهداء في أحياء المشهد والزبدية وصلاح الدين، إضافة إلى قصف مدفعي وقصف براجمات الصواريخ مصدره مناطق قوات النظام التي ما تزال حتى الآن تواصل استهدافها لبعض أحياء مدينة حلب المحاصرة. نعم. ضمن هذه طيب إبراهيم، يعني هل ما زال المقاتلون ملتزمون حتى الآن بوقف إطلاق النار؟ نعم، حقيقة الثوار حتى الآن ما زالوا ملتزمين ببنود الاتفاقية التي جرت البارحة، والتي تتحدث عن وقف إطلاق النار من جانب الثوار ومن جانب الروسي وحتى من جانب قوات النظام. هناك معلومات وصلتنا أيضا تتحدث بأن حتى قوات النظام كانت قد وافقت ضمن الاتفاق البارحة الذي جرى على وقف إطلاق النار، وكان الطرف الروسي أيضا قد وافق، وكان هناك ترتيبات تتحدث عن وجود فرق للهلال الأحمر والصليب الأحمر سوف تقوم بمساعدة الأهالي ومساعدة المصابين بالتحديد والقيام بنقلهم من المناطق المحاصرة باتجاه مناطق في ريف حلب الغربي. حاليا يمكن الوصف المشهد بأنه ضبابي للغاية. قبل ساعات من الآن كانوا يتحدثون بأن هناك خلاف إيراني روسي أدى إلى قيام قوات إيرانية باستهداف مواقع الثوار في المناطق المحاصرة واستهداف عدد من المناطق التي كانت تكتظ بالمدنيين الذين كانوا يستعدون للذهاب إلى المعابر، المعبر راموسا وهو المعبر الذي تم الاعتماد على اعتماده بهدف نقل المدنيين من مدينة حلب المحاصرة باتجاه ريف حلب الغربي. بعد ذلك كان هناك حديث عن بنود جديدة يرغب الطرف الإيراني بطرحها، تتحدث عن خروج محاصرين من داخل بلدتي كفرية والفوعة، بعضهم مصابين وبعضهم الآخر غير مصابين، وتتحدث عن رغبة القوات. نعم. يعني إبراهيم، يعني أنباء تتحدث بأن ميليشيا حزب الله تطالب بخروج كل من يتواجد بكفرية والفوعة، وأيضا هناك أنباء أخرى تتحدث بأن حزب الله يريد فقط إخراج المصابين. يعني حتى الآن لم يتبين ما تريده الميليشيات الإيرانية حتى الآن. نعم بالتأكيد ميرا، كنت أتحدث بأن المصادر كانت تتحدث عن نقاط متعددة. مع بداية كانت القوات الإيرانية لديها عدة مطالب تتعلق بإخراج مصابين وجرحى من داخل بلدتي كفرية والفوعة. بعد ذلك كان هناك قائمة ربما بأسماء متعددة، ليس إجلاء بشكل كامل لأهالي كفرية والفوعة، ولكن هناك قائمة بأسماء يرغب الطرف الإيراني بإخراجهم من كفرية والفوعة. ثم بعد ذلك كان هناك طلبات بوجود أسرى لدى الثوار خلال المعارك الماضية، سواء كان في مدينة حلب أو إدلب أو حتى في مناطق حماة. أيضا تم طرح مبادلتهم بخروج المدنيين المحاصرين من داخل مدينة حلب المحاصرة. ثم بعد ذلك حتى جثث قتلى القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية خلال الفترة الماضية أيضا تم طرحها. ثم حاليا وردتنا مصادر رسمية حقيقة ومؤكدة تتحدث بأن الطرف الروسي قد تنصل بشكل كامل من الاتفاق الذي جرى البارحة، والذي كان الطرف الروسي خلال الساعات الماضية يماطل ويتحدث بأن الطرف الإيراني هو فقط من عرقل هذا
الاتفاق. هناك حاليا ربما مناورة بهدف الحصول على أكبر عدد من المكاسب للطرف الروسي والطرف الإيراني على حساب الأهالي المدنيين المحاصرين في مدينة حلب الذين هم بيبسطوا. نعم إبراهيم ابقى معي، سأرحب الآن بمحمد الخطيب مراسل أورينت نيوز من حلب القديمة. إذا محمد، انقل لنا صورة الوضع حيث أنت متواجد في عين المكان. كيف تبدو الغارات الروسية، وهل ما زالت الميليشيات الإيرانية وقوات النظام تستهدف الأحياء الشرقية؟ نعم ميرا، بالفعل منذ ساعات الصباح الباكر حتى الآن تتواصل الغارات ويتواصل القصف العنيف على أحياء مدينة حلب المحاصرة. حاليا الطائرات تحوم في سماء مدينة حلب. قبل حوالي ربع ساعة نفذت ثلاثة غارات جوية بالقنابل العنقودية على مدينة حلب. منذ الصباح حتى الآن نتحدث عن أكثر من 15 غارة جوية. هذه الغارات جميعها كانت بقنابل عنقودية، الأمر الذي يتسبب بأعداد كبيرة من المصابين. النقاط الطبية المتبقية في المدينة وصلها عشرات المصابين جراء هذا القصف. أقدر أعداد المصابين بما يزيد عن 60 شخص والشهداء بالعشرات. في الحقيقة لا حصيلة واضحة للشهداء والجرحى بسبب القصف المتواصل. لا يمكن الحركة الآن في شوارع مدينة حلب، الشوارع خالية من السكان، من يصاب لا يتمكن أحد من إسعافه، لذلك فهو يبقى لعدة ربما ساعات ملقى على الأرض لا أحد يتمكن إسعافه. فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ هي خارج الخدمة بسبب خروج آلياتها على الخدمة وبسبب وقوع مراكزها في مناطق سيطرت عليها قوات النظام مؤخرا. نتحدث عن 5 كيلومتر مربع هي المساحة المتبقية للثوار داخل مدينة حلب. هذه المساحة يوجد فيها ما لا يقل عن 50,000 شخص تتعرض لقصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة. القصف بدأ بتمهيد مدفعي عنيف ثم تبعه عدة غارات جوية. الآن كانت هناك قصف بصواريخ شديدة الانفجار، صواريخ أرض أرض. القصف متواصل على المدينة والمصابون يصلون تباعا إلى النقاط الطبية التي تقدم فقط الإسعافات الأولية للمصابين. في الحقيقة لا يتم إجراء عمليات معقدة، عمليات متطورة للمصابين، لكن الكثير منهم يحتاج لعمليات تتطلب ساعات طويلة خصوصا الإصابات العصبية. طيب محمد، تتحدث عن المدنيين وأنت متواجد معهم الآن. هناك أنباء تحدثت بأن الميليشيات الإيرانية منعت خروج المدنيين من حلب المحاصرة، هددت باعتقالهم في حال اقترابهم من الحواجز. ميرا، خطوط لا توجد بالحقيقة معابر حاليا في مدينة حلب، جميعها خطوط مواجهة وخطوط اشتباكات. بحسب المتحدث باسم لجنة المفاوضات في مدينة حلب، فإن الميليشيات الإيرانية من حزب الله وحركة النجباء وغيرها هي من يعرقل المفاوضات. الميليشيات الإيرانية هي من بدأت صباح اليوم بالقصف على الأحياء المحاصرة في مدينة حلب. اليوم الماضي كان هناك نوع من التهدئة، لكن اليوم هناك قصف عنيف بشكل عنيف وجنوني جدا. القصف مستمر على المدينة. أخبرني المتحدث باسم لجنة التفاوض أن روسيا وإيران يماطلون في التفاوض. هناك يريدون قتل أكبر عدد ممكن من السكان لمزيد من الضغط على الفصائل وإجبارها على التنازل أكثر. كان هناك حديث على أن الميليشيات الإيرانية تسعى لربط موضوع كفرية والفوعة بموضوع إخلاء مدينة حلب. في الحقيقة لا ندري بالتحديد ما هي مطالب إيران ومن معها من ميليشيات. كان هناك حديث على أنها ترغب بإجلاء الجرحى والمصابين من كفرية والفوعة، بالإضافة إلى خروج أسرى هم لدى الثوار وجثث القتلى المتواجدين لهم. لكن في الحقيقة حتى الآن هناك نوع من المماطلة، هناك ضبابية، لا تطورات جديدة بخصوص المفاوضات حتى الآن. عموما محمد الخطيب مراسل أورينت نيوز من حلب المدينة، أشكرك جزيل الشكر وأعود لإبراهيم الخطيب مراسلنا من ريف حلب. إبراهيم، كنت قد تحدثت بأن المقاتلون ما زالوا ملتزمين بوقف إطلاق النار، ولكن في حال استمرار هذا القصف الآن من جديد من قبل العدوان الروسي، والأنباء أيضا تتحدث عن بدء هجوم بري من قبل الميليشيات الإيرانية، هل نتوقع عودة المقاتلين للقتال من جديد؟
نعم بالتأكيد ميرا، حاليا منذ قيام القوات الإيرانية بخرق اتفاق وقف اطلاق النار مع ساعات الفجر الأولى، كان هناك إجماع لدى القيادة العسكرية داخل مدينة حلب المحاصرة على عدم الانجرار وراء ما ترغب القيام به القوات الإيرانية، وهو إظهار الثوار بمظهر من يخرق وقف اطلاق النار. بعد حاليا وجود بعض الغارات من قبل طائرات العدوان الروسي وحتى طائرات النظام السوري، حتى الآن ملتزم الثوار يلتزمون بشكل كامل بوقف إطلاق النار، لأن المباحثات حسب مصادر تتحدث بأنها ما زالت مستمرة، وهناك رغبة لدى الثوار بإنقاذ من تبقى من المدنيين من داخل مدينة حلب المحاصرة والذهاب بهم إلى ريف حلب، لا سيما أن الوضع حقيقة ضمن مدينة حلب هو وضع مأساوي جدا. لذلك الثوار يمكن وصف ما يجري في مدينة حلب بأن المدنيين يتعلقون بهذه المفاوضات، لا سيما أن المجازر التي تم ارتكابها على مدار الأيام الماضية لم تلفت انتباه لا مجتمع دولي ولا حتى الدول التي كانت تدعي خلال الفترة الماضية بأنها صديقة للشعب السوري. فهنا نقطة نركز على موضوع الاجتياح البري في حال حصل أي مواجهة لمحاولة قوات النظام أو الميليشيات التي تساندها التقدم، سوف يقوم الثوار بالرد وسوف يقوم الثوار بالتصدي لهذه المحاولات، لكن في إطار المعارك الحالية أو في إطار القصف الحالي حتى الآن لم يقم الثوار باستهداف أو بمحاولة الرد على مصادر النيران. نعم. التي تستهدف حاليا المناطق المحاصرة. طيب إبراهيم، يعني هذا الاجتياح البري من المتوقع حصوله في أي لحظة؟ هل من أي تحضيرات من قبل الفصائل المقاتلة في الأحياء الشرقية؟ نعم بالتأكيد، حتى مع إعلان المسؤول عن التفاوض في مدينة حلب البارحة عن مبادرة وقف إطلاق النار، كان هناك تحذيرات من القادة العسكريين داخل مدينة حلب المحاصرة بشكل أساسي للمرابطين بالانتباه من خشية وجود التفاف أو حتى خشية وجود عملية ربما تكون غادرة. كان حتى الآن الثوار داخل مدينة حلب يثبتون خطوط رباط ويقومون بمحاولة عدم السماح للقوات النظام أو حتى الميليشيات التي تساندها بمحاولة التقدم إلى مناطق مدينة حلب. في حال حصل أي محاولة للتقدم إلى الأحياء المحاصرة الغربية من مدينة حلب سوف يقوم الثوار بالتصدي بالمؤكد هذا الموضوع، لكن حاليا كما ذكرت ضمن المباحثات الجارية سوف يلتزم الثوار حسب بعض المصادر بوقف إطلاق النار حتى تنتهي هذه المباحثات ويعلمون إلى أين سيصل الحال. هنا نقطة أخرى يركز عليها حاليا وفد المفاوضات، البارحة كان هناك وقف إطلاق النار كان بين الطرف الثوار من جهة والطرف الروسي، وهناك أيضا وفد ممثل للنظام أو جهة ممثلة لقوات النظام، وعدم وجود جهات دولية راعية للاتفاق. ربما يكون في حال تم تثبيت اتفاق جديد مع مراعاة. عموما إبراهيم، سأنقل هذه الفكرة، سينضم إلينا الآن الفاروق أبو بكر مدير ملف التفاوض من حلب، وأشكرك جزيل الشكر إبراهيم الخطيب مراسلنا من ريف حلب. إذا سيد الفاروق، بداية ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك فيما يخص موضوع التفاوض، وهل نستطيع القول بأن هذه المفاوضات فشلت أم من الممكن أن يكتب لها من جديد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن نكث الروس تعهدات البارحة وبعد أن قاموا بالتوقيع على ورقة الاتفاقية التي حصلنا عليها البارحة بوقف إطلاق النار وبدء المدنيين والجرحى العسكريين من داخل مدينة حلب، فاجأنا صباح اليوم بعودة الغارات الجوية الروسية وعودة الغارات السورية وعودة القصف المدفعي ورجمات الصواريخ على المدينة، حيث ارتكبت هذه الطائرات المجازر اليوم في الأحياء المحاصرة. بعد خرق الهدنة والاتفاقية التي بيننا وبين الطرف الروسي قمنا بالتواصل معهم الذي يجري، قالوا أن هناك بعض الإشكاليات، تفاجأنا صراحة أنهم يطلبون طلبات جديدة تخص كفرية والفوعة. الآن الهدنة والاتفاقية شبه يعني انهارت، لا زالت هناك مفاوضات جارية لإعادة إحياء هذه المبادرة وهذه الاتفاقية. نعم. طب سيد الفاروق أبو بكر، يعني هل المطالب بإخراج كل من يتواجد في كفرية والفوعة أم المصابين فقط وبعض الأسماء التي يطالبون بها؟ هم بداية كانوا يطالبون بإخراج الجميع، الآن المفاوضات تجري على إخراج جزء من المتواجدين في المنطقة. أعتقد المفاوضات تنتهي. يبدو بأن هناك مشكلة في الصوت، سنعود الاتصال بك لاحقا الفاروق أبو بكر مدير ملف التفاوض من حلب.
أكد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني في حلب إبراهيم أبو ليث أن العدوان الروسي شن 6 غارات جوية على الأحياء الشرقية مستهدفة المناطق السكنية فيها. منذ قليل 6 غارات من الطيران الحربي استهدفت حي المشهد وحي الأنصاري بالقنابل العنقودية والصواريخ الفراغية والصواريخ الارتجاجية، حرب إبادة جماعية تعيشها أحياء حلب الشرقية. منذ الصباح الباكر الآن تم تسجيل أكثر من 40 إصابة وصلت إلى النقاط الطبية، وضع جدا كارثي في مدينة حلب مع تزايد أعداد الوافدين النازحين من الأحياء القريبة من خطوط الاشتباكات مثل حي الزبدي وحي الانصاري الى الاحياء المشهد وسيف الدوله و الازاعه. اليوم الاربعاء 14/12/2016 انا موجود حاليا في احد الاحياء المحاصره من مدينه حلب. الوضع على الشكل التالي: من الساعه 9 صباحا حتى ساعه بس هذه الرساله القصف لا يهدأ، نتعرض لقصف بكافه انواع الاسلحه، دبابات، قذائف دبابات، قذائف مدفعية، قذائف هاون، راجمات. عليك يعني أنا مشان تكونوا بالصورة أكثر، المشفى الذي يعمل في هذه المنطقة يحاول الكادر الطبي والموجودين تقديم الخدمات للمصابين للضحايا، في عنا ضحايا بالعشرات. الوضع الإنساني يتطلب تدخل العاجل من الدول الموقعة على اتفاق الهدني والراعي لاتفاق الهدني الذي تم أمس أن تتدخل سريعا من أجل وقف هذا القصف. الوضع مقبل على خطورة أكثر، على مجزرة حقيقية. أرحب بأنس التريسي مراسل أورينت نيوز من ريف إدلب. إذن أنس، حتى الآن هل استقبلت إدلب أي من المدنيين أو المقاتلين الذين تحدثت روسيا عن إخراجهم خلال 24 ساعة الماضية؟ تحدثت عن 6000 مدني وأكثر من 300 مقاتل. نعم أنس. أنس هل تسمعني؟ نعم ميرا، الآن أسمعك ولكن لم أسمع السؤال، لو سمحتي أن تعيديه. نريد بداية تفاصيل أكثر حول الروايات الروسية التي تتحدث بأنها قامت بإخراج 6000 مدني وأكثر من 300 مقاتل، هل هذه الأنباء دقيقة وهل وصلوا إلى إدلب؟ نعم ميرا، يعني إلى الآن لم يصل أي أحد من أهالي مدينة حلب من الأحياء الشرقية أو حتى من فصائل الثوار، لم يخرج أي أحد إلى الآن من مدينة حلب باتجاه الريف الغربي أو الريف الأدلبي، بإمكاننا تأكيد ذلك. هناك استنفار من جميع الطواقم الإسعافية في محافظة إدلب، يعني أكثر من 90 سيارة إسعاف تم تجهيزها لنقل الجرحى الذين من المفترض أن يخرجوا من محافظة حلب إلى الريف الغربي وإلى محافظة إدلب، وهناك استنفار أيضا من قبل المنظمات الإنسانية المحلية العاملة في محافظة إدلب بشكل عام. هناك تجهيز يعني أو هناك استنفار يعني بين جميع الطواقم سواء كان الدفاع المدني أو الطواقم الإسعافية أو حتى المنظمات الإنسانية. نعم أنس، يعني ضعنا في صورة هذه التجهيزات واستقبال المدنيين والمقاتلين من الأحياء الشرقية، ولكن في إلى الآن لم يخرج أي أحد من محافظة حلب. لأنه إدلب أعلنت بأنها غير قادرة على استقبال المزيد. السؤال. يعني أنس نتحدث أكثر بتفاصيل أكثر حول التحضيرات في إدلب لاستقبال المدنيين واستقبال المقاتلين من الأحياء الشرقية طبعا في حال خرجوا منها. نعم كما قلت لك ميرا، يعني هناك تحضيرات من قبل المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية العاملة في الداخل. إلى الآن يعني لم يحصل أي تدخل من منظمات دولية بالنسبة لموضوع النازحين أو بالنسبة لموضوع أهالي حلب الذين سيخرجون والذين يقدر عددهم بما يقارب 100,000 نسمة بما فيهم الثوار. الإمكانيات الحالية بكل تأكيد هي لا تستطيع تقديم المساعدة لكل هذه الأعداد الضخمة، ولكن هناك يعني حلول نوعا ما قد تخفف. هناك بعض المخيمات يعني تقوم بتجهيز بعض الخيام على الحدود السورية التركية،
هناك مبادرات من الأهالي في المدن والأرياف والقرى لاستقبال عوائل وأهالي، ولكن على ما يبدو أن هذه الأعداد الكبيرة ستتسبب يعني كارثة إنسانية إن لم تتدخل منظمات إنسانية بثقل كبير. فهذه الأعداد الكبيرة يعني نحن نتكلم عن مدينة كبيرة ستنزح إلى منطقة، فهذا الموضوع يعني يفوق طاقة كل المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية المحلية العاملة في الداخل، وحتى موضوع الخدمات الطبية أو حتى موضوع يعني الدفاع المدني. لا تستطيع هذه المنظمات على اختلافها تقديم المساعدة لكل هذه الأعداد الكبيرة. ربما نشهد يعني إخلاء للمدارس وتوقف العملية التدريسية في جميع المدارس لاستقبال الأهالي في المدارس، ربما في المساجد، يعني ربما في الأحياء السكنية والمنازل. ولكن يجب الإشارة هنا ميرا إلى أن هذه الأعداد الكبيرة في حال وصلت إلى المدن، أي ضربة جوية ممكن أن تتم يعني من قبل الطائرات الروسية أو من قبل قوات النظام ستتسبب بمجازر وكارثة إنسانية كبيرة. يعني المدن بشكل عام والأرياف يعني القرى والبلدات تتعرض لقصف متواصل من قبل الطائرات الحربية الروسية والسورية. في حال أتت هذه الأعداد الضخمة وتوزعت على هذه المدن ستصبح يعني البلدات والمدن والقرى ممتلئة بالناس، وهذا يشكل خطورة كبيرة إن لم تتدخل المنظمات الإنسانية أو يعني يحصل أي شيء يساند هذه الأعداد الكبيرة التي ستخرج من حلب. سنكون أمام كارثة إنسانية، ولكن إلى الآن كما قلت لك ميرا يعني منذ تدخل الإيرانيين في موضوع هذا الملف والطلب يعني بخروج أهالي الفوعة وكفرية والميليشيات المتمركزة هناك وقوات النظام مقابل خروج أهالي حلب أو إضافة هذا الملف المعقد إلى ملف حلب، منذ أن تدخل هذا الجانب الإيراني بهذا الموضوع يعني لم يخرج أي أحد إلى الآن. كان هناك محاولات لخروج جرحى الساعة 5 صباحا، ولكن توقفوا بعد أن تم إطلاق نار عليهم من جهة مجهولة لم تعلم إلى الآن داخل مدينة حلب، وتوقفت العملية ولم يخرج إلى الآن أي مصابين أو جرحى أو مدنيين من مدينة حلب إلى الريف الغربي أو إلى محافظة إدلب على أقل تقدير. نعم، شكرا لك أنس التراسي مراسل أورينت نيوز من ريف إدلب. وفي ريف حمص دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة والميليشيات الشيعية وقوات النظام على أطراف مدينة القريتين بالريف الشرقي بعد محاولة من التنظيم السيطرة على المدينة، كما تتواصل المعارك بين الطرفين على أطراف مطار التيفور العسكري وسط قصف بالصواريخ من التنظيم على مواقع قوات النظام داخل المطار. وفي السياق، شنت طائرات العدوان الروسي غارات جوية مركزة على الأحياء السكنية في مدينة تدمر ما تسبب بجرح عدد من المدنيين. ونشر التنظيم مقطع فيديو لما قال إنه لقاعدة روسية في تدمر وقد سيطر عليها التنظيم بعد فرار قوات العدوان الروسي من المدينة. يلا يا شيخ، بس انتوا مسموح لكم تصوروا. هذه هي السيادة السورية التي يتحدثون عنها، هذه بوابة القاعدة الروسية في مدينة تدمر.
للمزيد من التفاصيل أرحب بأبو البراء الحمصي الناشط الإعلامي من ريف حمص. إذن أبو البراء، في ضوء هذه المعارك الجارية الآن وتحديدا في محيط مطار التيفور العسكري، كيف تبدو المعارك بين النظام وتنظيم الدولة وما هي آخر المستجدات؟ نعم ميرا، بالنسبة للاشتباكات في الريف الشرقي وتحديدا في محيط مطار التيفور العسكري، لا زال تنظيم الدولة يحاول اقتحام من الجهة الجنوبية تحديدا بعد سيطرته على كتيبة الدفاع الجوي أول أمس في الجهة الجنوبية الغربية من المطار، وأيضا تقدمه من الجهة الشمالية. يبدو أن تنظيم الدولة يحاول حصار المطار من جميع الجهات وتحاول الإبقاء على طريق الإمداد من الجهة تنظيم يحاول مدينة القريتين بعد سيطرة بالأمس على حاجز مفرق القريتين الاستراتيجي، هذا الحاجز الذي يقع على الطريق وأيضا مدينة القريتين بعد اشتباكات مع قوات النظام. الاشتباكات لا تزال في محيط مطار التيفور وعلى أسواره في محاولات من قبل الآن تنظيم الدولة. أبو البراء قام بنشر فيديو وقال بأنه قاعدة عسكرية لروسيا هناك، أين تحديدا في تدمر وما هي أهمية هذه القاعدة وماذا يتواجد بها، ماذا تحتوي؟ نعم ميرا، بالنسبة للقاعدة العسكرية في تدمر، منذ سيطرة قوات النظام في شهر آذار على مدينة تدمر قامت القوات الروسية بوضع هذه القاعدة في الجهة الغربية من مدينة تدمر حسب تأكيد من أهالي المدينة منذ عودتهم إلى المدينة، وكان هنالك نية لأن تكون من أكبر القواعد الروسية في الريف الشرقي لمدينة حمص، ولكن تنظيم الدولة قطع الطريق على القوات الروسية بسيطرته على مدينة تدمر. وطبعا لاحظنا في الفيديو بأنه عدد من الأسلحة، وأيضا كان هنالك نية لقاعدة من أكبر القواعد كما ذكرنا في المنطقة في الريف الشرقي لمدينة حمص، كما قاعدة حميميم ومطار حميميم في منطقة اللاذقية. نعم، طيب ماذا عن طيران التحالف ومشاركته في هذه المعركة، وهل من مواقع تابعة لتنظيم الدولة قام باستهدافها؟ نعم، بالنسبة لطيران التحالف فقط هنالك استهداف لأحد التي كانت تنقل المحروقات من مناطق سيطرة تنظيم الدولة في الريف الشرقي. أعتذر مشاهدينا عن رداءة الصوت من المصدر، وأشكرك أبو البراء الحمص النشط الإعلامي من ريف حمص. خرجت مظاهرات غاضبة في بلدات ريف حلب وإدلب، وقام المتظاهرون بقطع الطرقات الحيوية وخاصة الطريق الواصل بين الأتارب وباب الهوى، حيث هتف المتظاهرون لساعات بإسقاط المسميات والرايات ونادوا بوحدة الصف والبدء بعمل عسكري ليخفف مأساة حلب الشرقية، مهددين بأنهم مستمرون في قطع الطرقات حتى تحقيق مطالبهم. إدلب والمحافظات كلها والأتارب وكفر قنويد والدانة وكل المخيمات سكرين، نحن لا نقبل بهذا. حلب دوبات، حلب دوبات. هي كلها رايحة باب الهواء تقطع الطريق لحتى توحدوا القادة. افتحوا معركة على الفوعة وكفرية، افتحوا معركة على حلب، اتقوا الله فينا. العباد كلياتها معلقة أمالها بالله وسما فيكم، لا تخذلونا لا تخذلونا، سألناكم بالله. أعراض عم تتهك، أطفال عم تتقتل، 100,000 نفس أرقابكم والله العظيم تحاسبوا عليها. نحن الآن واقفين قاطعين كل الطرقات المؤدية إلى باب الهوى، والآن سنذهب إلى باب الهوى نقطع الطرقات كاملة باسمي وباسم جميع الإخوة المجاهدين
يلي ما بده يتوحد في السلاح نقاتله في السلاح. الله اكبر والعزه لله. الله اكبر. اول اضراب تسكير باب الهواء، معبر باب الهواء، اضراب عام بشكل عام كامل، ونصره لاهالينا بحلب. انا اهلي في حلب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بهذا التقرير نكون قد وصلنا لختام جولة الرابعة وإلى عناوينها. روسيا تخرق هدنة حلب وتشن عشرات الغارات على المحاصرين في الأحياء الشرقية. الثوار يصدون محاولة تقدم الميليشيات الشيعية في حي الإذاعة بحلب، والأخيرة تنفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين. وتابعتم في الجولة أيضا المظاهرات تعم المناطق المحررة في سوريا نصرة لمدينة حلب. للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا orion-news.net. إلى اللقاء.